ميرسي بوكو. هذا ألبوم صغير عن تقديرنا لك لمشاركتك معنا لالا نزهة. فرحانة وسعيدة أنني كنتكرم في هاد الإيفينمون ديال الصناعة التقليدية لأن هي وجه البلاد، هي اللي كنفتخروا بها، وهي اللي يعني على طريقها كيجيو السائحين باش كيعرفوا المغرب وملك المغرب وراية المغرب والصناعة التقليدية هي كل شيء، هي تاع مغربية. لا بروف أنني هانت أنا مغربية تقليدية من راسي تلساسي بلغتي ولا لباسي كله تقليدي. وفرحانة أنني كنتكرم في هذا النهار ديال الصناعة التقليدية، وهذا شرف ليا وشكرا لهم هاد الناس اللي داروا لي التكريم في هذا النهار الجميل مع هاد الإيفينمون ديال الصناعة التقليدية، وشكرا بزاف. السلام عليكم، الله يكبر عليكم، حضور كريم. انا كنتشرف بهذا الحضور ديالي، ولا سيما كلمه حقيقه ولا في كلمه الحق ولو بسيطه كتلش صدر. شكرا للامونيا وليفينمون ديالهم ان شاء الله اللي كيمثل واحد الروح نتاع الثقافه المغربيه، وهي الصناعه التقليديه اللي موروث نتاع جدودنا، واللي كيعطينا واحد الهويه ملي كيجيو السياح، وهذيك من صناعتنا التقليديه كيبان تاريخنا. يعني هاد الناس هاد الصناع هادو مشكورين والله يعطيهم صحيحتهم ان شاء الله، ودائما الازدهار في 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 الافكار باش يديروا الكرياسيون باش يكون الابداع ان شاء الله مع الصحيحه. كنطلب لهم الصحيحه لان مهمه الصحيحه لاي واحد. فرحان انني دائما نتلاقى مع الناس، وعبر الصحافه ديالنا المغربيه كنتلاقاو مع الناس الاحبه ديالنا الجمهور ديالنا واللي كيعرفنا واللي ما كيعرفناش في بلادنا لداخل. الله يعطينا ديما الامن فيها ويحفظنا مالكنا والجاليه ديالنا الحبيبه اللي على برا اللي راه كتصوم في الغربه. كان صعيبه شويه صعيبه، ما كرهناكمش معنا، شكرا لكم.